طبعا واحد من المواضيع المهمة كمان في بايثون أو في بيسك الخاص ببايثون موضوع الكومباريزون، كيف إحنا نعمل مقارنات. هلا المقارنات أكيد خطر في بالكم، الأكبر والأصغر واللي يساوي وإلى آخره. طبعا هذا الشيء أوكي موجود، إحنا تعرفنا على واحدة منهم خلال الفيديو اللي فات أو الفيديو اللي قبل، اللي هو بتاعت الدبل يساوي. هلا دبل يساوي تعتبر واحدة من أنواع الكومباريزون، فإحنا نقول مثلا 10 تساوي بدنا نقول 20 تقسيم 2. لاحظ إنه أدت النتيجة ترو، تمام؟ فهو يقارن النتيجة 20 تقسيم 2 10، هل 10 بتساوي 10؟ ترو، صحيح الكلام. هلا في طريقة تانية أو في نوع تاني من المقارنات اللي هو 10 مثلا لم تتعجب يساوي 10. هلأ هاي معناها كأنه بحكي له العشرة لا يساوي العشرة، هل هذا صحيح العشرة لا يساوي العشرة؟ نشوف شو رح يعطينا جواب. حكى لي فولس، العشرة مش لا يساوي العشرة، هاي عبارتك خاطئة. لكن لو جيت انت مثلا حكيت له 15 هيقول لك ترو، صح، هما لا يساوي بعض. هلأ كمان إشارات تانيين إنه هما الأكبر واللي يساوي، هنقول مثلا 100 أكبر من 150 هيقول لي فولس. على عكس لو قلت مثلا 100 أقل من 150 هيقول لي ترو، كلامك صحيح. هلأ في كمان حالة تانية للأكبر وأصغر أو للكومباريزون فينا نقول، اللي هي موضوع أو فكرة إنه أنت تحكي له مثلا 12 أصغر أو يساوي مثلا نقول 10 بلس 10 لك ترو، بدي أخذها نفسها بس مع تغيير الإشارة ل أكبر هيقول لك فولس. بالتالي الإشارات أو الكومباريزون الموجودة عندنا في بايثون هي واحدة من بدنا نقول من الكومباريزون المهمة عندنا في بايثون، واللي هي الإشارات اللي إحنا مرينا فيها. هلأ في طرق تانية للمقارنات اللي بيسموها اللوجيكال أوبريتور، اللي هي زي نوت أور وأند. هلأ بالترتيب تبعهم نوت أقوى شيء لما تكون عندنا في الجملة، بعد كده أند، بعد كده أور. وعلى هذا الأساس بيتم عمليات اللي نقول الكومباريزون أو اللوجيكال أوبريتور. زي مثلا نقول انه عندنا، او خلينا نطبق اول شيء على الترو فولس، اللي هي ترو فولس ترو اند ترو مثلا فولس او فولس. يعني مثلا نقول لو كانت عندنا ترو اند ترو، لاحظوا الثانيه ترو. هلا لو قلت له ترو سوري ترو and false. هلا في true and false بنلاحظ انه اداني نتيجة false، والسبب في فولس هو انه في الاند ما بينفع واحدة من الطرفين تكون فولس، او بالاحرى ولا واحدة لو كانت كذا طرف، لازم يكون كل الاطراف ترو حتى تكون النتيجة ترو. لكن هذا الشيء على عكس فولس، يعني لو سوري على عكس اور. يعني مثلا لو رحنا شلنا اند وحطينا اور، لاحظ انه بعطيني ترو. يعني في اور تكفيها بس انها تكون واحدة على الاقل في الستيتمنت عندي ترو مشان يعطيك النتيجة ترو. لكن فولس، واحدة فولس بس كفيلة تضيع كل ترو الموجودين، وهذا الفرق بين ترو وفولس. هلأ نوت هي بتعمل عكس اللي انت بتدخله لها، مثلا قلت لها ترو نوت ترو، ترو بتطلع لك فولس. مثلا نوت فولس ترو بتطلع لك ترو، وهذا هو الفرق. هلأ الفكرة انه احنا بنقدر نربط او نجمع ما بين الكومباريزون اللي احنا اخذناها مع اللوجيكال اوبريتور. يعني مثلا قلنا مثلا او زي هي اضافة شروط، يعني نقول مثلا 3 تكون اقل من 5، تمام، and
تكون مثلا 10 أقل أو يساوي 20. هلا اللي بيحصل إنه قبل أي عملية أند أو ترو بيروح الشرط الأول، هل التلاتة فعلا أقل من الخمسة؟ صحيح، بالتالي هون ترو. هل 10 أقل من 20؟ ترو ترو ترو، يعني يطلع ترو، بالتالي بيعطيني إياها. سوري، هون أكبر. تمام، مو مشكلة. هلا لو حطيناها هون أقل، بالتالي تطلع معنا ترو، وهذه هي النتيجة. أو هيك بهاي الطريقة بيجتمع الشغل ما بين ترو وفولس. هلا إحنا متفقين على إنه ترتيب الترو والأند والفولس إنه نوت أول شيء، بعد كده أند، بعد كده أور. يعني مثلا لو إجتني جملة فيها الثلاثة مع بعض، مثلا زي جملة، نقول فولس أور نوت ترو and true. هلأ ملاحظين انه كلياتهم كلمات تغيرت الوانها، هذا لانهم already هم محجوزين داخل بايثون. بالتالي لو احنا مثلا قلنا اول شيء رح نبلش بنوت، نوت true بيطلع منها false، بعد كده بنروح على and، false and true false، false or false بيطلع الجواب false. بالتالي بهاي الطريقة بتشتغل عندنا نظام لو كانت مجتمع اللوجيكال أكتر من واحدة فيهم. واحدة تانية كمان أخيرة اللي هي الـ Identity Operators، اللي هي إحنا مرينا فيها already double sign، double يساوي sign. يعني زي مثلا خمسة، هل بتساوي الخمسة الستة؟ هيقول لك فولس. احنا متفقين على هذا الشيء صح؟ هلا في طريقة تانية للتعبير عن هذا المصطلح اللي هو is. في مثلا نقول مثلا خمسة، أو سوري، خمسة is ستة، هيقول لك فولس. تمام، فهما نفس المعنى أو نفس الشغل. هلا لو قلنا له خمسة is not ستة، هيقول لي true. وهي بتكون هي شبه مين؟ شبه الأوردي اللي إحنا جهزناها، اللي هي علامة التعجب مع الساين يساوي، بالتالي أداك ترو. بالتالي الـ is not والـ not، أو سوري الـ is والـ is not، هم اتنين إحنا فعليا أخذناهم كيف تمثيلهم رياضيات أو كيف تمثيلهم في إشارات. وهذا بالنسبة لموضوع اللوجيكال والكومباريزون في بايثون.